الفصل الثاني من كتاب الطالب صفحة 15 A Perfect Holiday عطلة رائعة. Read the advertisement اقرأ الإعلان. Name all the activities سمي كل النشاطات. In the photos في الصور. Come to tourist city تعال إلى المدينة السياحية. For the perfect holiday من أجل عطلة رائعة. You can have a rest يمكنك الحصول على راحة. Or do your favorite hobby أو تعمل هوايتك المفضلة. Spend the morning اقضي الصباح on the beach على الساحل. You can go swimming يمكنك الذهاب للسباحة. Or fishing أو اصطياد السمك. In the afternoon ما بعد الظهر you can go shopping يمكنك الذهاب للتسوق. Or go to the cinema أو الذهاب إلى السينما. In the evening في المساء have a picnic on the beach تنزه على الشاطئ. With a campfire مع شعلة النار. Why not spend لما لا نقضي the night camping هذه الليلة في التخييم on the beach على الشاطئ. Camping is free التخييم مجانا. Talking about likes and dislikes تحدث عن الأشياء اللي تحبها والأشياء اللي تكرهها. I love أنا أحب أحب بدرجة قوية. تجي بالمرتبة الثانية enjoy أستمتع. بالمرتبة الوراها like أحب لكن بمرتبة أخف من كلمة love. Don't like لا أحب. Hate أكره. Swimming السباحة. Horse riding ركوب الخيل. Camping التخييم. Fishing اصطياد السمك. Sailing البحار. Think about your likes and dislikes فكر عن الأشياء اللي تحبها واللي تكرهها. Discuss ناقش your perfect holiday عطلتك الرائعة with your partner مع زميلك. صفحة 16 من كتاب الطالب Spare Time وقت الفراغ. Listen استمع. Where do the boys أين الأولاد decide to go يقرروا أن يذهبوا. Order the dialogue رتب الحوار as you hear it حسب ما تسمع. أيضا هاي مادة صوتية. المادة الصوتية لا يمكنني عرضها بالقناة لوجود حقوق طبع ونشر. الولد الأول What would you like to do this afternoon؟ ماذا تحب أن تفعل ما بعد الظهر؟ الولد الثاني I don't know لا أعرف. الثالث How about going to the park؟ ماذا حول الذهاب إلى المنتزه؟ الرابع What to play football؟ ما للعب كرة القدم؟ الولد الثالث Yes, why not? نعم، لم لا؟ الرابع No, it's too hot. كلا، إنها حارة جدا. الولد الأول I'd rather go to the cinema to watch a film. أنا أفضل الذهاب إلى السينما لمشاهدة فيلم. الولد الرابع I'd rather not. بالأحرى أنا لا. I don't like the films. أنا لا أحب الأفلام. At the cinema, at the moment. اللي بالسينما في هذه اللحظات. الولد الأول Okay, what would you like to do? ماذا تحب أن تفعل؟ الرابع Let's go to the mall. دعنا نذهب إلى المركز التجاري. There is a new game shop.
يوجد محل ألعاب جديد. And we can have lunch there. يمكننا تناول الغداء هناك. الولد الأول: Yes, that's a good idea. نعم، هذه فكرة رائعة. الولد الثالث: I hope you have some money. أنا أمل أنه لديك بعض المال. Expressing preferences، التعبير عن التفضيل. And making suggestions، وعمل اقتراحات. I'd like، I'd love، would you like، تأخذ. To زائد فعل مجرد، مثل to go. I'd like to go، أنا أحب الذهاب. I'd love to go، أنا أحب لكن بدرجة أقوى من اللايك. To go، أنا أحب الذهاب. Would you like to go، هل تحب أن تذهب. I'd rather، أنا أفضل. Why not، لما لا. Let's، دعنا. تأخذ فقط فعل مجرد. Go. How about، ماذا عن. Going، تأخذ فعل مضاف لing. To the beach، إلى الشاطئ. To the mall، إلى المركز التجاري. هذا الموضوع أنا شارحه في فيديو مستقل على القناة، يمكنك أن تشاهده. What would you like to do، ماذا تحب أن تفعل. At the weekend، في عطلة نهاية الأسبوع. Discuss with your partner، ناقش ذلك مع زميلك. My favorite kind of book، نوعي المفضل من الكتب. Study the book covers، ادرس أغلفة الكتاب. And reviews، وراجعها. Match each book، طابق كل كتاب. To a type، مع نوعه. In the box below، في الصندوق تحت. Horror، رعب. Comedy، هزلي. Travel، سفر. Fiction، خيال علمي. Adventure، مغامرة. بالنسبة لقصة روبنسون كروسو، One of the first novels، راح يحكي عن قصة روبنسون كروسو. The island was empty، الجزيرة كانت فارغة. Was this a good thing، هل كان هذا شيء جيد. Or a bad thing، أو شيء سيء. It was terrible، لقد كان رهيبا. To be alone، أن تكون فردك. But people might be dangerous، لكن الناس ربما يكونون خطرين. There were frightening stories، كان يوجد قصص مرعبة. About the island، حول الجزر. My heart was full of fear، قلبي كان ممتلئا بالخوف. روبنسون كروسو is the only survivor، هو الناجي الوحيد. Of a shipwreck، من حطام السفينة. He is alone، هو وحيدا. And afraid، وخائفا. On an island، في جزيرة. Far away from anywhere، بعيد عن أي مكان. Over 28 long years، أكثر من 28 سنة. He turns the island into a home، حول الجزيرة إلى منزل. Then، ثم. One day، يوما ما. He finds a footprint، لقد وجد آثار أقدام. In the sand، على الرمل. Is there someone else on the island، هل يوجد شخص ما آخر على الجزيرة. Will he ever leave the island، هل روبنسون كروسو سيغادر الجزيرة.